يلا خلينا ناخد معانا دكتور هشام عبد العزيز صديقنا العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. أهلا بيك دكتور هشام، وكل سنة وحضرتك طيب ويعيدوا عليك بالخير دايما. أهلا بحضرتك أستاذ يوسف، كل سنة وحضرتك وكل عام ومصر كلها بخير والأمة العربية والإسلامية يا رب. اللهم أمين وكل الإنسانية. إحنا بإذن الله بقى بكرة أول أيام العيد، يعني طبعا كما جرت العادة وزارة الأوقاف مش هتنام من دلوقتي لحد نهاية الأجازة. صحيح، إحنا يمكن من الأسبوع الماضي تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة ساحات العيد والمساجد اللي تقام فيها إن شاء الله صلاة عيد الأضحى المبارك. عندنا غرفة مركزية في الديوان العام، وعندنا غرفة في كل المديريات الإقليمية برئاسة مدير المديرية ومع فريق العمل. طبعا تم تجهيز أكثر من 6000 ساحة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، وإن شاء الله بإذن الله هتقام باكر إن شاء الله فيها صلاة العيد. وتم تكليف التفتيش والأئمة والواعظات، وفي فريق عمل من المتطوعين ومن المتطوعات عشان يكون إشراف كامل وعلى مصليات السيدات اللي هتكون في المساجد، والمصليات برضو والأماكن المخصصة في الساحات للرجال وللسيدات. عظيم. احنا طبعا في مجموعة من النصايح زي ما جرت العادة يا دكتور هشام لازم بنقولها لكل أهالينا اللي بإذن الله نازلين من صباحية ربنا علشان يصلوا العيد. صحيح، احنا من خلال حضرتك بنقول لهم احنا يعني يسعدنا تواجدكم في صلاة العيد، وده يوم سعيد ويوم بهجة وسرور، وعايزين ندخل بهجة وسرور على جميع المصريين وعلى جميع الناس، ونبقى صورة حضارية كان يعني، لان احنا دولة حضارية وفيها تقدم ورقي، فمحتاجين حضراتكم المكان المخصص للرجال يكون مخصص للرجال، والمكان المخصص للسيدات يكون في السيدات. ممنوع طبعا مش هيكون في اختلاط، واحنا المساجد بتاعتنا مفتوحه ومهيئه لاستقبالكم، وعندنا هدايا للاطفال موجوده في الساحات، برضو موجوده لاولادنا واطفالنا وحبايبنا اللي هيجوا يصلوا العيد ان شاء الله باذن الله. حلو ده. ومنبهين كمان على الساده الائمه، ممنوع تطويل الدعوه الى التخفيف والتيسير، وخاصه مع ارتفاع حراره الجو عندنا يعني لا تتجاوز ابدا بحد اقصى الخطبه ان شاء الله باذن الله، لا تتجاوز ابدا اطلاقا العشر دقائق باذن الله، التخفيف في الصلاه والتخفيف في الخطبه علشان خاطر الظروف المناخ اللي احنا عايشين فيها. بامر الله، كل سنه وحضرتك طيب وبالصحه والسلامه، وربنا يعيد على كل الانسانيه بالخير دايما يا رب. كل الشكر ليك يا دكتور، كل الشكر دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره